عسلامة الناس كله، مرحبا بكم في الشين يوتيوب انبوكسينج تين كالعادة، معكم ياسين اللوز. والفيديو اليوم فيديو سبيسيال على الاخر، على خاطر باش نوريكم منتج رائع جدا وصلني من علي اكسبريس. اول حاجة باش نتعرفوا مع بعضنا على سمارت واتش هذي الهاش دبليو في 2، وباش نكتشفوا مميزات السمارت واتش هذي، وبعديك باش نوريكم كيفاش نجموا تشريوا المنتج هذا من علي اكسبريس ويوصلك الاقرب بوست بحذا داركم. اما قبل كل شيء خلينا نتعديوا لتجربة الانبوكسينج. سمارت واتش هذي سوما في علي اكسبريس 35 دولار، اللي هو سوم اكثر من رائع ورخيص برشا بالنسبة لهي شنو تقدم لك من مميزات ومواصفات. على فكرة اسمها HW12 فيرسيون 40 ملليمتر، وفما HW16 فيرسيون 44 ملليمتر، وكمباتيبل مع الاندرويد واليو اس. اول حاجة باش نلقاو كتيب الاستعمال، بعديك سمارت واتش، واخر حاجة الكابل اللي تشارجي بيه وهو ماجنت جوست تخليه كيما هكا. نعملو طلة تويكة على السنتور الاخرى، حاجة كول. نتعديو للسمارت واتش. HW12 تشبه لحد كبير للابل واتش، ديزاين مضخم من الالمنيوم، على اليمين قرص الباور وتحته الميكرو، وعلى اليسار السبيكر والتالي دي سنسر. والسنتور هوني سهل برشا انك تبدلها، زادا هي ووتر بروف IP67، كان تحت في الماء والا تستعملها تحت المطر والا تغسل بها يدك لا باس، ما تخافش عليها. اول حاجه انه سمارت واتش هذه تنجم تكونكتيها بالبلوتوث مع التليفون نتاعك سواء اي او اس والا اندرويد، وكيف كيف عندك ابليكاسيون واللي هي هذه اللي مش تلقاها في متجر البلاي ستور والا الاب ستور، والا جوست تعمل سكان الكيو ار كود اللي باش تلقاه هوني وديريكت يهزك للابليكاسيون وتيليشارجيها، ومن خلال الابليكاسيون هذه تنجم تتحكم في المنقاله نتاعك اكثر من تليفونك. اي حاصيلو نبداو بالليكرون. الليكرون هوني 1.57 بوس بريزولوسيون 320x384 بيكسل، بيان سور هي ايكرون تكتيل والتكتيل هوني خفيف، ايكرون مزيانه وواضحه تحت اشعه الشمس، وتنجم تبدل الواجهه نتاعك كيما تحب انت باش تلقى برشا شواء في الابليكاسيون. بالنسبه للبطري هي 200 مليون بيغور، اي تكفيك نهارين ولا 3 ايام استعمال عادي. انا ديجا حكيت على انستغرام استعملتها نهارين، نهار الثاني حطيتها في الشارج ومازال فيها 21% اللي تنجم تكمل بيها نهار الثالث. اول حاجه تنجم تتكلم بيها، يجيوك عليها المكالمات، والا تفتح تطبيق الاتصالات تحط نمره والا تحط الكونتاكت نتاعك وتكلمه وتحكي منها، خاطر فيها سبيكر وميكرو كيما حكينا. كيف كيف سمارت واتش هذي تقيس لك دقه القلب، تقيس لك ضغط الدم ومعدل الاكسجين في الدم اكسترا، حاجات كول على الاخر، اما الارقام تقريبيه، وكما قاعدين تلاحظوا تدعم اللغه العربيه وبريسك جميع اللغات. الانترفاس نتاع المنقله هذه عجبتني برشا، فكرني برشا بالانترفاس نتاع الابل واتش، جوست تنزل على البوطون هوني مش يهزك للابليكاسيون نتاعك. كيف كيف باش نلاحظوا انه الانترفاس خفيف وما فيش لاج، تعمل كيما هكا يعمل لك زوم اوت، توخر التالي يعمل زوم ان، باش تلقى فيه بليزيور ابليكاسيون كيما الكالكولاتريس الكرونومتر اكسترا، وليزابليكاسيون تاع لي سبورتيف اللي فيها جميع انواع الرياضات، اختار شنو هي الرياضه اللي باش تقوم بها وهو يبدا يحسب لك في الوقت قداش من خطوه عملت، قداش من كالوري حرقت، دقات القلب، قداش من كيلومتر مشيت، وقداش السرعه نتاعك. حاصلو يقدم لك المعلومات الكل اللي تستحقها، وبعد تنجم تلقاها في الابلكاسيون مسجلين. الملخص انه برشا حاجات عجبتني في سمارت واتش هذي، اولا هي الديزاين، ديزاين هوني مضخم، حتى الكاليتين تاع التصنيع هوني طايره برشا، ديجا برشا عباد حسبوها ان ابل واتش. كيف كيف الكاليتين تاع الاكرون حاجه توب في السعر هذية، الانترفاس نتاعها خفيف وسهل انك تستعمله، وتقوم برشا مهام كيما انك تنجم تتكلم من خلالها، فيها ميكرو وفيها سبيكر، كيما انها تنجم تقيس لك دقة القلب، ضغط الدم، وكيف كيف نسبة الاكسجين في الدم اكسترا. صحيح ممكن الارقام مش صحيحة كوم الفو، اما تعمل كل شيء. بالنسبة للحاجات اللي ما عجبتنيش مش في المنقالة بحد ذاتها، اما في الابليكاسيون نحس الابليكاسيون ساعات يصيروا فيها دي بوغ، نستنى ميزة جور. الحق تولي سمارت واتش طايرة على الاخر، على خاطر في الانترفاس هذي في الابليكاسيون هذي ماكش باش تلقى ليزابليكاسيون كل يجمو يوصلوا لك النوتيفيكاسيون نتاعها. مثلا هوني يوصلني النوتيفيكاسيون نتاع الانستغرام والفيسبوك، اما الميسنجر لا، دونك نستنى دعم ليزابليكاسيون الاخرين. دونك جوست المشاكل اللي ممكن تعرضك في السمارت واتش هذي في حد ذاتها لا، اما كاين شي في الابليكاسيون اللي مش تصبها في التليفون، نستنى ميزاجور على قريب ان شاء الله وتريق الامور هذه. اما باللي يكفيني بالحق يكفيني منظر المنقاله هذه والكاليتي نتاع الكروم تاعها، باش ناخذ فكره كي نراو انه
نيجل في تونس يتبيعه 250 دينار وما يتقارنوش مع سمارت واتش هذي. يا خويا بار اكزومبل هذه مي باند 4، مي باند 4 ديجا تلاحظ اصلا حتى في المنظر الفرق الكبير، هذه تبيعها 160 دينار. دابا خلينا نقول لكم كيفاش نجمو نشريو السمارت واتش هذي من علي اكسبريس. اول حاجه خليت لكم لي ليان نتاع السمارت واتش هذي، سواء ال40 ملم والا ال44 ملم، انت والكبر نتاع الاكرون كيما تحب انت حاصيلو. اذا عندك كارت انترناسيونال تنجم تشري اكاهو، اما كارت بنكير عاديه لا ما تنجمش تشري من علي اكسبريس. بالنسبه للكارت سي تي اي والا الكارت تكنولوجي كيف كيف تنجم تشري بها، اما فما ريسك. شنو هو الريسك نتاعك؟ انه ينجم يبلوكيو لك الكارت تكنولوجي، خاطر انت كي تمشي تاخذ كارت تكنولوجي من عند مثلا اي بنك والا من البوست، باش يقولوا لك انك ما عندكش حق تشري بها برودوي كيشي سيرفيس، معناتها تنجم تعمل بها سبونسوريزاسيون فيسبوك، تشري بها نتفليكس، تشري بها كوارت جوجل اكسيتيرا، اما باش تشري بها برودوي يوصلك لتونس ما عندكش فيها الحق. نجم تعدى، اما كان يشلقوا بيك راهم يسكروا لك الكارتة نتاعك، وهكيكا ما عملنا شيء وخسرت الفري اللي دفعتهم في الكارتة وباش تاخذوا الكارت سي تي اي وكارت ولا كارت تكنولوجي. لذلك كي تحب تشري من علي اكسبريس ويكون قلبك مطمئن وما عندكش كارت انترناسيونال، كل ما عليك انك تكونتاكتي الباج هذه امبورتاسيون علي اكسبريس تونسي اوفيسيال. الباج هذه عندها اكثر من 11000 مشترك، وكيف كيف عندها جروب فيسبوك يتشاركوا فيه العباد كاليتي نتاع السيرفيس هذه. وانا حسب ما ريت وحسب ما حكيت معهم، ناس تبارك الله عليهم، ناس يخدموا روحهم وناس ثقه. كل ما عليك انك تكونتاكتيهم وتبعث اللين نتاع سمارت واتش هذه الهاش دبليو في 12 ولا الهاش دبليو في 16، وتقول له مثلا نحب اللون الاحمر ولا اللون الاسود، تختار الموديل نتاعك بالضبط اللون شنو تحبه، وتقول لهم على الادريس نتاعك انت وين تسكن ونمرو التليفون نتاعك، وكهو هو يقوم بالباقي الكل، هو اللي يشريه لك ويجيبها لك اقرب بوست بحذا داركم. كسالتهم على البيمون كيفاش، البيمون باش يكون كيما هكا، لازمك تعمل بيمون بار بوست سور نوتر كارت اوردينير، معناتها تصب لهم في البوست نتاعهم هما ولا في الاجونس تجاري بنك على الكونت نتاعهم هما بيان سور، وتصور له انك صبيت له، تصور له مع الرسي نتاعك، وهو بعديك يعدي لك الكوموند نتاعك على الادريس نتاعك انت، السكنه نتاعك ونمره التليفون كيما حكيت لك. ومن بعد تستنى ممكن 20 يوم حتى اقل ولا ممكن اكثر شويه، يكلموك البوست يقول لك اجهز البرودوي نتاعك. كيف كيف باش يعطيك نمره سويفي كل شيء من قله هذه، تشوف بها الكولي نتاعك هو وين تو، دونك تقعد تتبع في الكولي نتاعك لين يوصل البوست اللي بحذا داركم. كيف كيف عاملين اوفر لجماعه انبوكسينغتين ب 125 دينار بالنسبه للهاش دبليو في 12 و 135 دينار بالنسبه للهاش دبليو في 16 اللي كانت ب 150 دينار، دونك السيرفيس تحفون برشا. حتى كان الكولي نتاعك ما وصلش ولا صارت مشكله فلوسك ترجع. ديجا كما قلت لكم من قاله هذه كان جات فورنيسور تونسي جابه من تونس ما يبيعهاش اقل من 250 دينار، كي هي المي باند 5 او كي تلقاها ب 30 دولار ولا ب 35 دولار في علي اكسبريس، هوني في جيمي ظهر لي يبيعوا فيها 250 دينار. دونك اللي حبيت نقول لكم حتى 125 دينار تسمى اوفر طاير على الاخر وحاجه رخيصه برشا بالنسبه للنيجل اللي قاعدين يبيعوا في تونس. حاجه في 125 دينار ظهر لي ما تشافش اصلا، قال معناتها مضرحه مضرحه. كيف كيف باش نزيد ناخذ كعبه اخرى من عندهم، على خاطر هي ديجا وصلتني بلاش من عند علي اكسبريس، جوست دفعت عليها 4000 ديوانه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، كيف كيف ان شاء الله تكونوا عجبتكم المنقاله هذه. ما تنساوش تتبعونا سيغ فيسبوك انستغرام وتيك توك، او على انستغرام كيف كيف حكيت عليها برشا سمارت واتش هذه. كيف كيف ما تنساوش تتبعوا جروب فيسبوك اللي عملناه لكم انبوكسينغ تين فان كلوب، كان عندك اي مشكله ولا اي سؤال حطوا فميك والناس الكل غاديك تجاوب عليك. ما بقى كان نقول لكم ما تنساوش تعملوا سبسكرايب، كومونتير تحطوا فيه رايك على سمارت واتش هذي ورايك زاد كيف كيف في السوم نتاعها، واكاهو نشوفكم في الفيديو الجاي. ا تري بيانتو.